إجراءات تسهيلية اتخذتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ بداية عملية توزيع الاستمارات للراغبين في الترشح لرئاسية 2024، إجراءات كان آخرها تخصيص الرقم المجاني 3058 لحجز موعد المصادقة على الاستمارات، فضلا عن المنصة الإلكترونية الموضوعة لنفس الهدف. كل هذا يندرج ضمن مسعى تنظيم العملية وتذليل العقبات أمام الراغبين في الترشح، سواء بالبلديات أو الملحقات البلدية أو المندوبيات. فيما يخص التسهيل ضبط المواعيد للاكتتاب، يمكن الآن مباشرة للإنسان يعني اللي يحب يصادق على مع أي رغبة ترشح، يعني يعطيه السيد الراغب ولا السيدة الراغبة في الترشح، يعطيها ورقة من الاستمارات، استمارة من الاستمارات التي بحوزته يسحبها من السلطة، لأنها تحمل رقم. هذيك الاستمارة كيشغل اون بيس ديدونتيتي سون فوتو. المواطن يخير وين يحب يروح، عنده برقم من الهاتف نتاعو يعيط يلقى الرقم اللي نعطيه له، يلقى يعني المسؤول اللي موجود تما يقول له انا فلان، يعطيه الرقم تاع الصفحه، انا راغب باش نجي، نجي على 8 تاع الليل ولا نجي من بعد الخدمه تاعي، نجي على 10 تاع الليل، انتم راكم في بلديه كذا ولا راكم في المندوبيه كذا، كل شيء ما لازم، هل يمكنني ان ناتي في الوقت هذا؟ ومنذ أكثر من شهر عن انطلاق عملية توزيع الاستمارات، تم تسخير إمكانات بشرية وتقنية هامة، خصوصا على مستوى قاعة العملية هذه التي تتابع كل ما تعلق بعملية جمع التوقيعات عبر الوطن. هذه العملية تاع الاكتتاب ما هيش سهلة، وطلبت يعني تجنيد في الحقيقة يعني إمكانيات تنظيمية وامكانيات بشريه يعني هائله لم يسبق يعني تجنيدها من قبل في اي في اي في اي عمليه انتخابيه. نعطيك مثلا التفاصيل نتاع الموارد البشريه والتنظيميه المجنده في هذا الشان، ان عدد النقاط التصديق يعني الهياكل اللي تكون فيها مجتمعة يعني اللجان المخصصة للقيام بهذا التصديق، عدد النقاط هذه 4903 نقطة من بلديات وملحقات بلدية وامتدادات السلطة الوطنية مستقل للانتخابات. فيما يخص عدد الضباط العموميين المجندين في هذه العملية، عددهم 10766 ضابط عمومي. فتح خلايا المصادقة على الاستمارات طيلة أيام الأسبوع مع تمديد ساعات العمل، عدم اشتراط رقم التعريف الوطني والاكتفاء ببطاقة التعريف الكلاسيكية، هي كلها إجراءات سخرت لصالح الراغبين في الترشح وتسهيل جمعهم العدد المطلوب من هذه الاستمارات قبل انتهاء الآجال المحددة يوم 18 من جويليا الجارية.